كيلو الا ربع من اللحمه المفرومه، كوبايتين من البرغل الناعم المغسول مش منقوع، 3 حبات من البصل، ثوم صحيح، بقدونس مفروم، معلقتين كبار من بهارات اللحمه، وملح وفلفل اسود بس كده، انا مش عايزه اكتر من كده. شويه لحمه مفرومه، باينه قوي ان انا هزود الكميه ببرغل، بس هقول لكم علشان الكفته تطلع معانا حلوه طعمها حلو بالبرغل هنتعامل مع البرغل ازاي. بصل صحيح، بهارات لحمه، ثوم، بقدونس. البرغل ما بيتنقعش، مش انا مش عايزه انقع البرغل خالص. انت هتجيب البرغل، اهم حاجه انه يتغسل كويس قوي، خصوصا لو انت جايباه من العطار سايب، او حتى على فكره لو مغلف والله لازم يتغسل كويس قوي لغايه ما انا عايزه اشوف الميه بتاعته تكون شفافه معايا نظيفه خلاص ونستخدمه على طول. هعمل ايه بقى؟ هجيب الكبه، بسم الله، اول حاجه هنزل بيها البصل والثوم والبرغل اهو، تمام. ودي اختياري بس اكيد اعتقد ان كلنا بنحب البقدونس قوي في اللحمه المفرومه، بيدي طعم حلو. هحط شويه بقدونس ونحط شويه ملح وفلفل اسود، الملح دايما بيدي كده جرشه للمكونات فبتتفرم معايا اسرع شويه. حطيت البرغل والبقدونس والبصل والثوم وملح وفلفل وهضرب، بسم الله. طيب انا ملاحظه يعني يمكن عشان الكبه صغيره شويه يعني بصوا البرغل ناشف شويه معايا، فانا هعمل اضافه بس انا عشان مضطره ان هو ينعم معايا شويه. بصوا شويه زيت مش هيقولوا حاجه، مش هيقول لا، تمام. هنعم بس معايا كده الخليط شويه وهرجع ان انا اضرب تاني. تمام، هعمل ايه بقى؟ بهارات اللحمه هنزل بيها، مش هطلقوا على فكره اي بهارات تاني، انا حابين تحطوا مثلا شويه كمون مع شويه كزبره مش هتقول لا. هعمل ايه؟ انا هفضل كده اخد اللحمه المفرومه دي هنزل بيها. احنا يا جماعه كنا يعني احتاجنا الكبه الاكبر شويه كانت تساعدنا، انا فاتحه على الحل علشان هنعمل فيها الرز، حطيت شويه زيت فيها. بصوا الحركه اللي هتخلي معايا الرز حلو قوي، الرز البسمتي، ان انت قبل ما تضيف الرز حبتين لومي وقرنفل وممكن قوي لو عود قرفه. ليه بقى؟ علشان تطلع كده ريحه اللومي والقرفه واي توابل وبهارات انت هتحطيها. هسيبهم شويه على النار وهرجع اضرب. ما نجيب يا جماعه الكبه الكبيره كده عشان احنا كده فعلا. طيب براحتنا بقى، هضرب تاني، بسم الله. طيب انا هعمل حاجه بقى دلوقتي مشمر. ما هو زمان بتضحك عليا يا استاذ محمد، فكره زمان ما كانش ليه اصلا الاجهزه ولا الكبات دي. نعم، انا هعمل حاجه بقى في الفاصل بقى اقعد اتسلى بقى. وعلى فكره والله الحركه اللي انا هعملها لكم دي بتدي لل صح؟ هو بس بيهديني بس. حطيت الرز، شويه كاري كده او كركم براحتك، بس انا عايزه كركم كده علشان يدي لون للرز حلو، تمام. شويه ملح، مش هحط فلفل،
الرز البسمتي ارجوكوا بلاش يتقلب كتير على النار علشان بينشف، عكس عكس الرز المصري. الرز المصري دايما بقول لكم بيحتاج انه يتقلب شويه علشان يفلفل معانا، البسمتي لا بينشف. طيب انا بقى علشان هنروح لفاصل هعمل ايه عشان اوريكم بس طريقه عجني للكفته تكون عامله ازاي. بصوا بقى، هاخد الخليط ده تمام، وهاخد كمية اللحمة المفرومة، وبإيدينا بقى هتفضلي بقى تعجيني فيها لغاية ما تتعبي. يعني أنا إيه هقعد أعجن كده في الخليط ده لغاية ما يتحول كده معايا لعجينة طرية أقدر إن أنا أشكلها بالشكل ده. بس في حاجة، أنا أعتقد إحنا ما حطيناش فلفل أسود، محتاجة إن أنا أزود فلفل أسود شوية. خلاص، وهعجن في الفاصل، وبعد ما أعجن هعمل إيه؟ هشكل خليط الكفتة ده لكرات صغيرة هوريها لكم برضو دلوقتي. بصوا عشان نروح لفاصل، هاخد كده على إيدي كرة أهي. بصوا ده كمان انا ما عجنتهاش كويس على فكره، يعني هي بس كده كام تقريبه ولسه هعجنها تاني. حلو قوي تبقى مسمعه كده معاكي علشان ما تفكش. انا بقى هعجن شويه فيها واشكلها الكرات، بصوا صغننه اهي، ممكن كمان اصغر من كده بالشكل ده. طبعا دايما كده بقول لكم يا سلام لو عجينه الكفته تريح شويه في الثلاجه، هتدي معاكي نتيجه جامده قوي على فكره لما تريح شويه. تمام، نحطهم بقى هنا. حاجه تاني، الكرات الكفته دي تنفع قوي كمان ان هي تتشكل اصغر من كده، هتبقى شكلها جامد جدا. بس عشان الوقت يعني طبعا كل ما يعني هنشكلها كده كميه اصغر، حجم اصغر شويه يبقى شكلها ظريف قوي على فكره. انا بس عايزه اصغر حجمها شويه عشان انا في بتاع ده في واحده كده ايه اكبر شويه، لان كان في كده ناس بيشكلوا معايا فكان ايه بقى بيكروتوا بقى اهو. بصوا جمعت بس كده واحده من الكبار. هعمل ايه بقى؟ عندك حلين، ان انت تسويهم على الطاسه، كفته بتتسوى على الطاسه فكره بتبقى حلوه قوي، وممكن ان هي تدخل الفرن. انا بصراحه هدخلها الفرن عشان اشتغل في كذا حاجه مش هيبقى عندي مكان. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد كده الكفته بتاعتنا وندخلها على فرن سخن 180، الفرن شغال من تحت بس. عندك مروحه ممكن تشغلي المروحه بعد ما تدخلي الصاج مثلا، يعني بتاع مثلا 5 دقائق. حاجه تانية، الكفته ما بتطولش على النار على فكره، عشان دايما بتقولوا لي ان الكفته ليه بتنشف معانا، عشان بتخليها في الفرن لغايه ما تموت تطلع كل السوائل اللي فيها والدهون وكل حاجه حلوه فيها بتسيح، فطبعا بتطلع مقدده وناشفه معاكي. اللي هي اللحمه المفرومه، البرغل، البصل، الثوم، البقدونس، بهارات اللحمه، الملح والفلفل. الرز عباره عن ايه بقى؟ الرز عباره عن فين؟ 3 كوبايات من الرز البسمتي، ميه مغليه، قرنفل، لومي، كركم، ملح، صوص الطحينه، ثوم، ليمون، طحينه، مايونيز، زبادي، زيت، كمون، ملح، فلفل اسود. هنعمل طشه بس في اخر الاكله خالص، هتدي معانا شكل كده وطعم حلو وريحه كمان. ثوم، كزبره، زيت، زبده، وشويه عيش علشان تقديمه كده للفته. طب احنا ممكن نكمل، تعالوا كده نكمل مقادير الفته عشان نسيبها على جنب. بصوا عشان نعمل صوص الطحينه، او سوري مش صوص الطحينه، صوص كده يتحط على الفته عباره عن ايه؟ زبادي، شوية من الطحينة الخام اهو، مش متخففة، خام، معلقة كده ولا حاجة او معلقتين من المايونيز، توم، توم الفريش ده هيدي معاكي طعم حلو قوي، شوية من الكمون، شوية من عصير الليمون، شوية بقدونس كده، وما ننساش شوية ملح بس ما نكترش الملح قوي عشان احنا حاطين ليمون، شوية ملح. وهعمل ايه؟ وهقلب
اللي هو صوص الصوص الطحينه، مش عايزه اقول عليه طحينه لانه مش طحينه يعني، بس صوص كده حلو قوي يتحط على الفته من فوق. صينيه البطاطس باللحمه المفرومه كده في الفرن بالبشاميل، كمان دي لو انتوا عندكم عدد واتعملت في صاج بتبقى حلوه قوي، تحطوا طبقه بطاطس كده وعليها اللحمه المفرومه وصوص البشاميل. الكفته اللي طلعت، الكفته اللي طلعت اهي اهي خلاص اهو. يا سلام على الرز وحلاوته، شفتوا حلو ازاي ومفلفل ازاي؟ على فكره الكميه دي 3 كوبايات بس خلاص. طيب الرز جاهز عندي، انا ممكن اقفل النار عليه خلاص، شكرا قوي. وصوص الطحينه، وباقي عندي الطشه بس انا مش هعملها دلوقتي، انا عايزه اعملها كده قبل يعني ما نقدم الاكله كده علشان تبقى سخنه معايا. انا هعمل ايه دلوقتي؟ كرات الكفته دي اللي انا هستغلها في الفته، وكمان هعمل بيها وصفه حلوه قوي. وهي هي راحت فين بقى؟ بس عشان في حاجات طاسه الكفته بالفلفل. يلا بينا ننزل بالمقادير. عندي كرات الكفته، معلقه كبيره من الثوم المفروم، كوبايتين من الفلفل الالوان، بصل مكعب من مرقه اللحمه، معلقه كبيره مليانه من الصلصه، معلقه صغيره من السكر البني، معلقه صغيره من بهارات اللحمه، ومعلقه صغيره من الكباب الصيني، وملح وفلفل اسود، وبس كده. المقادير فين؟ المقادير هناك ايه؟ انا عماله ابصلكوا على المقادير دي. المقادير ايه؟ ايه ده، دي مقادير الكفته هناك ايه؟ سخن. يلا بصوا بقى هقولها لكم تاني، فلفل الوان وبصل، معلقه صغيره من السكر البني، كبابة صيني وصلصة، وتوم مفروم وتوم مفروم فريش، ومكعب مرقة لحمة، وإيه تاني؟ وكبابة صيني وبهارات لحمة. خلاص على كده. عايزين بقى تحطوا كمون، عايزين تحطوا كده شوية حركات تاني، مفيش مشكلة. فين؟ طيب تمام. وبعد ما حطيت الزيت في الطاسة بقى هعمل إيه؟ هاخد البصل، بصوا هاخد البصل واحطه كده، وهاخد الفلفل الالوان واحطه برده. بقول لكم ايه، انا عايزه اعمل حاجه كده، هسرق كده حته زبدايه كده، وعندنا بقى سمنه برده، هيبقى الموضوع حلو. دي الطش، لا بس مش هاخد كتير كده عشان عايزه. حاضر، ثانيه واحده، انا هشيل خالص حله الرز. اوبا تمام. وهعمل ايه؟ مش عايزه ادبل الفلفل قوي يعني، بحيث ان هو يدبل معايا، علشان انا عايزاه يبقى يفضل ظاهر معايا وبالوانه الحلوه دي. معلقه كبيره من نعم ميرسي فن بخص. شويه البهارات اللي عندي، شويه ميه اهي، عشان انا عايزه اخلي كده فيه صوص كده في الطاسه. شويه ميه تاني تمام. وهحط شوية فلفل وشوية ملح اهو، زي ما قلت لكم مش عايزة ادبل الفلفل الوان قوي، عشان يفضل كده محافظ لي على الشكل بتاعه ده. في حاجة تاني؟ لا مفيش، بس انا عايزة ادوق الصوص بصراحة، عشان انا حاسة كمان ان انا عايزة اكتر المية شوية. احساسي، ولو ان احساسي دايما بيطلع غلط في اي حاجه، بس احساسي ان هو هيبقى محتاج شويه ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ لا والله محتاج شويه ملح، شويه ملح عشان هكتر ميه، بس مش هكتر برضو ملح تاني قوي، عشان احنا حاطين مكعب مرقه. الصوص ده بيبقى طعمه حلو قوي على فكره اهو. خلاص على كده، هو ده الصوص معايا، مش هسيبه اكتر من كده. على بتاعتي حلوه قوي على فكره، الصوص ده جميل ومكوناته بسيطه. تعالوا بينا نقدمه، يلا بينا ناخد كده طاسه الكفته بالفلفل الالوان، وتعالوا كده بينا نقدمها هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا انزل كده ليها، شكلها حلو ازاي. سلام. دي بقى تتقدم ايه؟ مع الرز الابيض، هتبقى مناسبة قوي، أو عيشة على فكرة. والله خسارة تتعمل ببقدونس، هي شكلها حلو كده صح؟ طيب الرز ده نحطه هنا، نقلبه كده، ومش سخن ولا حاجة يعني، ولا أعمل حركات، هو بس عشان ننجز. أوبا.
احنا طبعا هنخليه بطريقه عشوائيه يعني. ايه ده والله بس شكله حلو. بس انا لا بس هنفعنشه كده. خلينا كده احسن كده اهو. حاضر ماشي. حاضر عينيا. طب نقدم الفته، ايه رايكم؟ نحط الفته هنا كده وناخد بقى اشياءنا كده. بسم الله. بصوا بقى الرز جميل قوي بقى قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين مفلفل وحلو ازاي؟ كده ما اقول هزلهم. عينيا. احنا عايزين، لا دي لازم الطشه الزبده، الطشه اللي هتتحط على الوش. بصوا لي كده، نفتح كده النار بتاعتنا، ولا التانيه كانت مفتوحه اصلا. شويه عيش فته بقى وكده وحركات يعني. خلاص العيش ده نقص، العيش ده كان اكتر من كده بس كفايه. نعم. بصوا الكفته قد ايه، الكفته شايفين كتيره ازاي اهو. ما شاء الله يعني بتعمل يا جماعه كميه كتيره قوي. البرغل اللي احنا حطيناه ده بيكتر قوي معانا الكميه. الطشه شوفوا، انا حاضر، انا مأخرة ان انا احط الكزبرة او البقدونس او اي حاجة خضراء على النار. ليه؟ علشان بصوا مجرد ما كده خلاص، بس خلاص على كده شيليها على طول علشان ما تمررش وما تغمقش. يلا بينا. استنوا ده انا عايزة احط صوص الطحينة. لا استنى، مش برضو مش هغطي كل ال اهو. هنزل بقى طشة براحتي. في خرخشة يا جماعة هنا بس. يلا كده خلاص على فكرة. وممكن برضو ان انا احط الصوص ده كده. تمام. شوية بقدونس